سير السلطات في طريق تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً برفع الحجر الكلي عن 4 ولايات ورفع القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا يصب في كفة التعايش. سواء تحس روحه مريض عنده مرض الصدر ولا عنده يحس روحه نهجاجاته ولا يحس يعني جاتو كلي لا غريب يعني يتقدم للمستشفى راح يدير له بي سي ار موجود راح يدير له تيست الا صابوه بوزيتيف راه ما يطلقوش فهمت يحكموه ما يروحش للدار باش ما يعديش الدار باش ما يعملش العائلات ما يعديش وهلا لحقنا يعني نطبقوا فيها على شارع تاع الوطن هذه يعني صارمه هذه الاوامر راهي صارمه باللي ما نخلوش واحد بوزيتيف في البرا يعني ما نخلو حتى واحد بوزيتيف اللي نحكموه ندخلوه المستشفى ولا نعزلوه يعني باش ما في 14 يوم باش ما يعديش اللي قدامه ونلحقوا يعني بعد الى درنا طبقناها بصرامه هذه النقطه هذه رانا نلحقوا الحل صفر يعني ان شاء الله ونكونوا كما تمرس ولا كما الولايات اللي ترفع عليهم الحجر الصحي. خلافا على ذلك تمديد ساعات الحجر الصحي في عدد من ولايات الوطن يجعلنا مجبرين على رفع درجات اليقظة. يكونوا في التزام وانضباط كبير في الوسائل الوقاية، ما ننساوهمش، لازم نتعلموا نتعايشوا مع الفيروس ولو دخلتنا حال حجر، بصح لازم نكونوا يقظين، لازم نديروا التشخيص في سرعة إلى ربما جاء ان كا ولا دو تخو كا، الفو اتر فيجيلون ولازم نكونوا يقظين ونكونوا اوني بخي انترفونيغ دون حتى هذه الولايات اللي لو كان يكون أشخاص واحد أخرى. بصح أنا نأكد باللي لازم انضباط كبير في وسائل الوقاية ولو رفعنا الحجر. منع حدوث موجة جديدة محتملة يعتمد أساساً على التدابير المشددة بارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية، وهو ما يعزز بشكل كبير فرصة تجنب الإصابة بالعدوى.